الموضوع اللي هتكلم عليه هو the recovery shots for the management of schizophrenia. هي السكيزوفرينيا فيها recovery؟ لسه الأماني ممكنة، هو لغاية دلوقتي ما فيش recovery لكن لسه الأماني ممكنة. لو العيان فضل على دواء ومنتيند عليه على الأقل هيبقى remitted for a long time. كلنا عارفين البردن بتاع السكيزوفرين إنه هو chronic relapsing devastating illness وبيؤدي إلى disability واضحة جدا وبيحصل فيه treatment resistant والمورتالتي ريت فيه عالية جدا لأن البيشنت بتوع السكيزوفرينيا بيعيشوا سنوات أقل من النورمال بوبوليشن. طب لو احنا رجعنا الثيرابيوتيك جولز بتاعتنا في علاج السكيزوفرينيا، سيمتوم ريميشن ومنتين ستابيليتي وامبروف كل الحاجات اللي موجوده قدامكم في الهرم، لكن هو المبدا جيتينج ويل اند ستايينج ويل، يعني حسن الابيسود وتنك مستمر على الدواء اللي حسن المريض. اذا ما يجيش ابدا ان احنا نبقى جيتينج ويل وستايينج ويل من غير ما يكون في أدرنس والتزام بالعلاج بتاعنا. لو جينا عرفنا الأدرنس هنلاقي إن إحنا عندنا فول أدرنس، يعني بياخد 80% من البريسكرايبد ميديكيشن. أنا مش من ضمن الفول أدرنس، بارشال أدرنس 50-80% من ميديكيشن، نون أدرنس بياخد أقل من 50% من الميديكيشن. وطبعا انتوا عارفين ليه، يعني اولا لما المده بتطول الواحد بيزهق، تاني حاجه ان الاهالي لما نكتب روشته العيان وكاتبين له مثلا تابلت 30 ملي جرام بيعملوا ايه؟ بيدوا نص حبايه. الخايفين لحسن الدواء يعمل له ادمان، خايفين لحسن يتعود على الدواء. ده الأهالي، ده فعلا المجتمع بتاعنا بيعمل كده، بيبقى خايف من الأدوية. كام في المية الريت of non-adherence؟ هنقول إنها 75% لأن الأبحاث معظمها قالت إنها 75%. في أبحاث عملناها في مصر، في أفريقيا، في الميدل إيست، تقريبا الريت في حدود من 70-75%. طب هل في partial adherence؟ في partial adherence. احنا قلنا العيان ياخد نص الجرعة، ياخد شهر ويبطل، وبعدين يرجع ياخد تاني ويقول لك انا اخد عند اللزوم لما الحالة تزيد. بس احنا هنتبع الكلام اللي قالته الـ APA ان الـ stopping medication is the most powerful predictor of relapse. كاتي ستادي قالت ان 74% من البيشنت بي ديسكونتينيو التريتمنت بعد 18 شهر من العلاج. ده هناك بره، احنا بقى طبعا عندنا بعد تاني يوم. دي كيرفات بتوري ان النون ادرنس بعد الفيرست ابيسود، النون ادرنس يؤدي الى ريلابس او الانتربشن في الثيرابي برضو بيزود البروبابيليتي بتاعت الريلابس. طب ايه اسباب النون ادرنس؟ عندنا خمس اسباب للنون ادرنس. اول حاجه هنقول الكير جيفر فاكتور، الامهات او الاخوات او الزوجات او الازواج اللي بيدوا علاجهم، بيدوا اولادهم او قرايبهم العلاج بيزهقوا مع طول المده. يقول لك ايه، انا سبت له العلاج على التسريحه وقلت له ياخده، طبعا العيان مش هياخده. فالكير جيفرز بيبقى الاتيتيود اولا للميديكيشن دايما، كلكم بيجي لكم اهل المريض يقولوا لكم ما تشوفونا حاجه غير الادويه، ما تعالجوهم بالكلام، فقبل ما انت تشرح لهم الموضوع ده. فالكير جيفر فاكتور ده مهم جدا لان بيؤدي الى ان ما فيش كيرنج للعيان، يبقى ادرنت للتريتمنت بلان.
بعد كده الإلنس فاكتور، السيمتوم بتاع العيان. لو ما عندوش انسايت، لو السيمتومز عنده سيفير، لو عنده كوموربيد سبستنس ابيوز. والحقيقه انا بحب استشهد بالمقاله المنشوره في الميدل ايست كارنت سايكاتري للزميله مروه عبد المجيد ومجموعه من الناس عندنا، مشتقه من رساله الدكتور رامي علي، اللي هم بحثوا الميديكيشن ادرنس ان ريليشن تو سيفيرتي. تخيلوا ما لقوش الميديكيشن ادرنس له دعوه بالبوزيتيف او النيجاتيف سيمتومز، لكن ليه دعوه باهم حاجه بالانسايت. نيجي تاني حاجه بالنسبه للبيشنت فاكتور، الكوجنيتيف ديسفانكشن. كل ما كان فيه كوجنيتيف ديسفانكشن، كل ما كان العيان ده مش قادر يفهم هو ليه بياخد العلاج. وده بحث قام بيه الدكتور احمد المسيري استاذ في طب عين شمس على الكوجنيتيف ديسفانكشن في العيانين الادرنت والنون ادرنت. فلقى ان العيانين النون ادرنت دول النون ادرنت عاده بيبقى عندهم كوجنيتيف ديسفانكشن، لان احنا بنهتم بالبوزيتيف والنيجاتيف سيمتومز وما بناخدش بالنا من الكوجنيتيف فانكشن. ثالث حاجه الميديكيشن، لو الدواء مش افكتيف هياخده ليه يعني؟ لو الدواء فيه سايد افكت جامده هيضطر يبطله. لو ان انا قعدت بقى اقول له دوز فريكونسي، الصبح بعد الفطار تاخد كذا، والظهر تاخد كذا، وبالليل تاخد كذا، كل ما عملت كومبليكيشن في الروشته اللي انا كاتباها له كل ما هو مش هيسمع الكلام. يعني كل ما كان في كومبلكستي في الروشته كل ما يكون العيان مش هيلتزم. وده بحث عملته عندنا الأستاذة الدكتورة مروة سلطان، ومعاها مجموعة من الناس منهم ريم هاشم، عملوا الفاكتورز اللي ريليتد للميديكيشن ادهرنس بالنسبة للعيانين بتوع الاسكيزوفرين. بعد كده الدكتور، هل الدكتور عمل ثيرابيوتيك الاينس مع البيشنت ولا كتب له روشته كده ومشاه؟ هل في كان ايفكتيف كوميونيكيشن بينه وبينه ولا ما فيش؟ هل وهو خارج من المستشفى عملنا له ديشارج بلاننج؟ كتير قوي لما بيخشوا المستشفى ويخرجوا ويخرجوا كويسين، الاهل بيفتكروا انه خف خلاص، ان ما فيش دواء هياخده، لان ما عملنا لهمش سايكو ايدكيشن وعملنا لهم بريباريشن او بلاننج للديشارج وفاميلي ايدوكيشن قبل ما يخرج. طب ايه الكونسيكونسز اوف نون ادرنس للانتي سايكوتيك ميديكيشن؟ الايفكت على البيشنت اول حاجه، هيحصل ايه لو العيان نون ادرنت؟ هيحصل ايه قبل ما يحصل الريلابس؟ هيحصل امبيرد فانكشنينج. ودكتوره نهله من شويه كانت لسه متكلمه على اهم حاجه ان يكون في جود فانكشنينج والكوجنيتيف امبيرمنت. يبقى لازم ان احنا لما نعالج ندي ادويه تصلح الكوجنيتيف امبيرمنت، وهيؤدي الى توقيف الدواء، الى اجريشن، وممكن العيان يلجا ان هو يستخدم سبستنس يوز. طيب من ضمن الكونسيكونسز سايكوسوشيال كونسيكونسز، العيان نفسه هيبقى مش مبسوط، هيعمل مشاكل مع اهله، سواء مراته سواء زمايله، سواء هيعمل، ممكن يبقى فيه سويسايدل او هوميسايدل بيهيفير، وهينكريز الاستيجما ليه، لان هيبقى تصرفاته ان الناس هتشوفها. وانتوا عارفين الناس عندنا في مصر لما بيشوفوا حد متلخبط كده بيبتدوا يتجنبوه. وطبعا هيزيد الايكونوميك بيردن، لان هيضطر يبقى فيه هوسبيتاليزيشن. التاني حاجه انكريز هوسبيتاليزيشن، الريت بتاع الهوسبيتاليزيشن في الناس النون ادهرنت للتريتمنت بلان بيخشوا المستشفيات اكتر. فالامريكان سايكاتريك اسوشيشن قالت المينتنس اون انتي سايكوتيك ثيرابي از كونسيدرد تو بي the single most important factor in preventing rehospitalization. وانتوا عارفين المستشفيات دلوقتي بقت نار نار نار.
طب الديزيز بقى هيحصل ايه في الانس؟ هيزيد الديزيز بروجريشن، هيحصل مورفولوجيكال تشينجز في البرين، وطبعا هتبقى اسوشيتد بيرمننت كوجنيتيف ديتيريريشن، والعيان ده بعد نمبر اوف ريلابسز مش هيرجع زي ما كان، عمره ما هيرجع زي ما كان. الريلابس هو او يعني اهم consequences للنون ادرنس هو ريلابس. الريلابس بيبقى very high، وما تقوليش لو العيان فضل كذا سنة على الدواء وكان كويس بطله له بقى، تيصب عليك تقوله بطله له بقى، ما يغركش انه بقى كويس كذا سنة، انه هو ممكن ينكس حتى even لو قعد long time كويس. وبعدين العيان لما بيحصل له ريلابس ايه اللي بيحصل؟ الدواء اللي حسنه أول مرة مش هينفع يحسنه تاني مرة أو تالت مرة أو رابع مرة، ولا الدوز، هيضطر ان انت تزود الدوز. هيقول لك ده انا ابني اتحسن بعد ثلاث اسابيع المره اللي فاتت، المره اللي فاتت بس المره دي في ريلابس، فممكن ان هو ياخد longer time to be improved. الريلابس ريت بقى بعد السنه الاولانيه 16%، نوصل بقى يزيد بعد السنه الثانيه، بعد الثالثه، بعد الرابعه، بعد الخامسه، توصل 82% يحصل ريكيرنس. طب ازاي بقى نقلل الهارم ده؟ ازاي؟ خمسه استراتيجي، 5 استراتيجي تو ريديوس هارم. اول حاجه وطبعا احنا بنغفلها، ورك كلوزلي وذ ذا بيشنت فاميلي. لازم يكون في علاقه بينك طيبه وبين الفاميلي. في بحث رائع اتعمل في مركز الطب النفسي تحت إشرافي وإشراف الدكتور هشام رامي وجهان النحاس، وهي رسالة الدكتورة ريم الغمري، عملت culturally adapted behavioral family psychoeducation. عملت برنامج على مدى 6 شهور للكير جيفر وللبيشنت، عبارة عن psychoeducation وإرشادات للأسرة وإرشادات للمريض. كان الأوتكم إيه؟ ممتاز، إن العيانين فضلوا، الأوتكم إن الريلابس ريت قل والعيانين بقوا فانكشنينج أحسن. وطبعاً المقالة دي اتنشرت في مجلة السوشيال سايكاتري. دي عن الأوتكم، واللي بعدها على البيهيفير. الحقيقة الدكتورة ريم الغمري خدت تدريب على سايكو إيجوكيشن برا في أمريكا، مش فاكرة في أي بلد، وبعدين جابت البروجرام وترجمته، وبعدين عملت له validity وreliability ونفذته. أي نعم كان متعب جدا، وكانت بتدفع للعيانين فلوس من جيبها عشان المواصلات، طبعا العيان لازم يجي follow up عشان المواصلات، ولكن النتيجة المبهرة لهذا الـ educational program كانت جميلة جدا، وده فتح نفسنا لأن احنا نعمل نفس البرنامج على البايبولر ديسوردر. ولو كان ناصر زهران موجود، دكتور ناصر زهران هو اللي عمل الرسالة دي تحت إشراف الدكتورة نهلة وإشرافي على البايبولر ديسوردر، نفس الرسالة ونفس بروجرام متنوع شوية، وكانت النتائج برضو في منتهى الجمال. وبالتالي احنا ياريت نقدر ان احنا نشجع نعمل سايكو إدوكيشن للكير جيفر وللبيشنت عشان يقدر يستمر. راقب البرودرومال سيمتومز، حد يقدر يبريدكت البرودرومال سيمتومز بتاعت السكيزوفرينيا؟ لا، كل عيان غير التاني. ده كان بحث الماجستير بتاع الدكتوره اماني هارون عندنا، ولم يصفر على ان احنا نقدر يكون في برودرومال سيمتومز اقدر اشخص بيها ان العيان ده قبل ما يحصل، كل عيان غير التاني. نيجي بقى للوصايا العشر اللي احنا بننسى، انا مش هقولهم عشر يعني، انا هختصرهم. الوصايا العشر اللي احنا دايما ننسيها، اللي هي بنسميها missing ingredient في السكيزوفرينيا مانجمنت، ان احنا ما بنديش وقت كفايه
للعيان عشان يكون في effective communication ولا psychoeducation للي ولا الأسرة بتاعته. العيانين دول محتاجين empowerment عشان ياخد الدواء. تعمل له أكنك بتعمل عيان addict motivational interview، تشجعه على أنه ياخد الدواء. ولو عمل أي يعني تقدم شوية في النجاح، راح المدرسة حتى لو كان حاجة هايفة شجعوا عليها. أنا شخصياً بكتب لهم في ظهر الروشتة مبروك أول طريقة تحسن، بكتب لهم كده على ظهر الروشتة مبروك أول طريقة تحسن، عشان أشجع العيان إنه هو يستمر على العلاج. وبعدين نعمل early effective intervention. لو أنتوا شايفين إن إحنا بعد الفيرست إبيسود بيحصل decline في كل الفانكشن، طيب أنا عايزة بعد الفيرست إبيسود ما يحصل ليش 500 decline بعديها والعيان يخش في chronicity relapsing chronicity. أنا عايزة أحتفظ بأقل يعني بالتحسن اللي حصل، أحتفظ به حتى لو مش 100% أستمر به. ولن أنسى كلمة الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي لما قال إن هو طالما حصلت الأتاك إحنا حتى لو العيان functioning at a lower level هنشجعه، هنعتبر إن ده تحسن، مش مهم يرجع 100% يعني على الزيرو، لا لا، حتى لو حصل تحسن وبقى functioning at a lower level أوكي قبلين. والحقيقة بتذكر البحث بتاع أستاذي الدكتور مصطفى كامل مع الأستاذ دكتور طارق عكاشة والدكتور نيفيرد زكي، إن البحث ده اتعمل على a duration of untreated psychosis. هل a duration of untreated psychosis بتأثر على الأوتكم بتاع الإلنس ولا لأ؟ فيبقى إذن إحنا المفروض إن الجمعيات العاملة في مجال الطب النفسي تعمل announcement على الأمراض المختلفة عشان تقلل المدة بتاع الـ untreated psychosis، علشان العيان كل ما جاء بدري كل ما كان أحسن. الاستراتيجي اللي بعد كده ان احنا نختار الـ proper medication. هنختار حبوب ولا حقن؟ احنا سيبنا الحبوب للدكتورة نهلة كلمت فيها، احنا نتكلم على الحقن بقى. long acting injectable shots، كلنا عارفين الأدوية القديمة اللي هي كلنا استخدمناها، فلوناكسول وكلوبريكسول وغيره وموديكيت وكلام ده، وعارفين قد إيه إنها كانت مفيدة برغم إن فيها الإي بي أس كان زيادة. لكن هنشوف إيه اللونج أكتينج إنجكتبل أنتي سايكوتكس اللي تبع الاتيبيكال انتي سايكوتيك سواء السكند او الثيرد جينيريشن. فعندنا الريسبيريدون كلنا جربناه، مشكلته ان هو بيتحط في ثلاجه، ومشكلته ان الانجكشن محتاجه يعني حرص معين. لكن الباليبيريدون سواء الباليبيريدون اللي بيتاخد كل شهر او كل 3 شهور، احنا عارفين انه بيتاخد حقنه وبعديها بثمان أيام حقنة، وبعد كده بيتاخد كل شهر. نيجي الأريبيبرازول. الأريبيبرازول من تين سنة تعبت من الوقفة صراحة. نيجي للأبيليفاي من تينة. الأبيليفاي من تينة في منه هينزل، لسه ما نزلش. هينزل إمتى كريم؟ هينزل قريب الابيليفاي من تينا. طبعا كلنا عارفين الابيليفاي انه هو احنا جربنا الموليكيول بتاع الاريبيبرازول وعارفين ميزاته الكتيره، فهينزل الانجكشن هتبقى جلوتيل وتتاخد كل شهر. هو في منه 400 وفي منه 300، عاده الناس بتمشي على 400 وما بنلجاش ل 300 الا في ظروف معينه. كلنا عارفين الابيليفاي. زميلتي الدكتورة نهلة ريحتني إنها قالت مقارنة بين ثلاث أدوية، الأريبيبرازول والكاريبرازين والبريكسيبرازول. طبعاً إحنا عارفين إن الأبيليفاي أنا بعتبره من ثيرد جينيريشن لأنه بيشتغل
كمود كدوبامين ستابيلايزر لانه بيشتغل كبارتشال اجونست على دي 2 دي 3. وما تفهمش النصاحه اللي جت للموليكيول ده ازاي، لا الدوبامين في حته واطي يعليه، عالي يوطيه، مش عشان كده بيسموه انه سمارت موليكيول، بيفهم ازاي الله اعلم. كمان المود اوف اكشن هو لو اكشن على 5-HT1A كبارتشال اجونست، عشان كده بيبقى فيري افكتيف في الكوجنيشن والمود. واحنا بنقول ان الكوجنيشن اهم حاجه عشان العيان يقدر يستمر في العلاج. كمان الاكشن بتاعته على 5-HT2A هتحسن النيجاتيف سيمتومز وهتقلل الاي بي اس، وعلى ال 5-HT7 بيشتغل كانتي ديبريسنت، وعلى ال 5-H2C بارتشال اجونيزم هيكون في لو ريسك اوف ويت جين. احنا عندنا مشكله من الادويه ان العيانين بيزيدوا وزنهم قوي او بيحصل لهم ميتابوليك سيندروم. ملوش اكشن على الاتش 1 فما بيعملش سيديشن، ملوش اكشن على الام 1 ما بيعملش كوجنيتيف ديسفانكشن، الاكشن على الالفا 1 قليل فلو ريسك اوف اورثوستاتيك هايبوتنشن. في ادويه ثانيه حقن ثانيه ليها اكشن على الالفا 1 فبتعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن. لا مش هقعد، لا مش هستحمل. طب ايه اللي خلى الاريبيبرازول يونيك؟ هو يونيك ليه؟ هل ده بسبب الريسبتور سيلكتيفيتي ولا بسبب انه بارشال اجونيزم ولا الاثنين؟ هما الاثنين، بارشال اجونيزم وريسبتور سيلكتيفيتي. البنفيت اوف ابيليفاي مينتينا إفكت على السيمتوم سيفيريتي، دي يعني جرافس، بس هي الحقيقة معظم الحاجات الانجكشن اتعملت ما هياش against بعض يعني، لكن against placebo. فوجدوا إن الأبليفاي مينتينا very effective في السيمتوم سيفيريتي، إن هو بينقص السيمتوم سيفيريتي اللي احنا قلنا انها من ضمن الاسباب اللي بتخلي العيان نون ادرنت للتريتمنت بلان. دي مقاله منشوره عن اللونج اكتنج اريبيبرازول بيحسن الكوجنيتيف فانكشن في العيانين، بس يحسن الكوجنيتيف فانكشن في العيانين الريسنتلي كان عندهم سكيزوفرين. ما جيبش عيان مدهول وقاله كرونيك سكيزوفرين بقى له مليون سنه واقول ان انا هدي له دواء يحسن الكوجنيتيف فانكشن، اللي حصل حصل خلاص. وكمان بيبعد التايم تو ريلابس، بيبقى فيه longer time to relapse، وبالتالي لما يكون العيان الدواء effective هيحصل ايه والعيان اتحسن عليه، هيحصل ايه في الهوسبيتاليزيشن؟ هتقل، يبقى المصاريف الايكونوميك بيردن هيقل، اذا هينقص الفتره بتاعت number of hospitalization، وحتى لو اضطرينا hospitalization هتبقى short stay. السيفتي اوتكم، طبعا احنا عارفين ان الاريبيبرازول سيف، يعني احنا بنبقى بدينه وحاسين ان العيان ده اللي كان مش هيحصل له ميتابوليك سيندروم، هيحصل شويه اكاسيزيا هنعرف نعالجها، لكن البروفايل بتاع الموليكيول الاريبيبرازول بيستنى معانا مع اللونج اكتنج والادفيرس ايفنت بتبقى قليله. كمان البرولاكتين، بعض الادويه الثانيه بتزود البرولاكتين، فطبعا البرولاكتين يعمل سيكشوال ديسفانكشن والعيان يجي يعيط لك، فايه فانت بتدي حقنه انت ضامن انها ما تعملش سايد افكت بالشكل الكبير. يعني ايه اللوجيستيك فاكتور؟ بصوا بقى، زمان كان عندنا عياده، زمان ايامي انا بقى من زمان قوي، مش هقول لكم امتى ابدا، كان في عياده اسمها موديكيت كلينيك، كان الدكتور عكاشة عامل كده عياده اسمها موديكيت كلينيك، كانوا العيانين يجوا طابور ياخدوا حقن الموديكيت عندنا وبالتالي بنشوفهم. فعرفت من ابني في انجلترا انهم كانوا بيعملوا نادي
بأيام معينة في الشهر يثبتوا الانجكشن، والعيانين ييجوا عشان في اصرفوا شوية يا أتسوكا. النادي ده مهم والله، بيجوا يعملوا زي نادي لتشجيع العيانين، يجوا ياخدوا الانجكشن يشوفهم الدكتور بسرعة، يبقى في تواصل بينه وبينه وبين العيان وبين الهيلث تيم، وبالتالي هيبقى في تقبل للعلاج أكتر. ده الكواليفايد ستادي، هو عمل مقارنة بين الباليبريدون بالميتيت ومع الأبليفاي منتين، وكان هنا ورى إن التحسن كان على الأبليفاي منتين أفضل من بس ما حصلش ريبليكيشن للستادي دي. الديسكونتينيويشن ريت أقل. مين العيان بقى اللي يستحق انه ياخد انتي سايكوتيك؟ العيان اللي الريجولر انتيكينج ميديكيشن، العيان اللي بياخد سبستنس ابيوز من وراك، العيان اللي عنده كوجنيتيف امبيرمنت بس مش ضليع في الكوجنيتيف امبيرمنت، ما بقالوش مده طويله، العيان اللي عنده بور انسايت. لكن اهم حاجه العيان بعد الفيرست ابيسود، احنا قلنا لو جيتينج ويل ستاينج ويل، فالعيان بعد الفيرست ابيسود يفضل ان احنا نديله الانجكشن. الدوز بقى هي 400 ملي جرام بنديها مانثلي. العيان هيعمل ايه بقى؟ العيان هياخد اسبوعين الى 3 اسابيع قبل الانجكشن ياخد اريبيبرازول، علشان اذا ما كانش بياخده اوريدي من الاول تابلت ياخده من اسبوعين، هما قايلين اسبوعين، في بعض الاماكن الثانيه بيقولوا 3 اسابيع، وبعدين ياخد الانجكشن. وهو بياخد الانجكشن هيستمر بعد الفيرست انجكشن 2 ويكس على التابلس. ليه؟ لان الدواء ده الريليس بتاعه بالبطء، فلازم يكون في جسمه شويه يعني اريبيبرازول علشان يقدر ان هو يكمل. فاذا 3 اسابيع، اسبوعين قبل عشان ما تعيطش يا كريم، اسبوعين قبل واسبوعين اثناء بعد الفيرست انجكشن. طب العيان يقدر يقلب؟ مش عارفه دي احنا كاتبينها ولا لا. هل يقدر يقلب من اي انتي سايكوتيك بياخدها للاريبيبرازول انجكشن؟ بس هيكون ايه؟ هنعمل كروس تابرنج، الدواء الاولاني اللي هو بياخده هنقصه بالتدريج، وهنحط الاريبيبرازول هنزوده بالتدريج 2 ويكس، وبعدين نديله الانجكشن، وبعد كده وهو او مع اول انجكشن هياخد اسبوعين من الاريبيبرازول ايا كانت الجرعه 20 30 زي ما العيان ما كان بياخد. دي اللي بتوري ازاي قلتها خلاص. وده بيبر منشوره سنه 23 يعني السنه دي، بتقول الايفكتيفنس اوف سويتشينج تو لونج اكتنج انجكتبل اريبيبرازول ان بيشنت ويز ريسنت اونست and chronic schizophrenia. وده اللي بيحصل ان في high rate of successful switching to long acting aripiprazole injection. هما اتنين دي مقالة برضو منشورة مش شايفة سنة 22 بتقول التريتمنت persistent with aripiprazole once monthly follow up لمدة 4 سنين. خدوا بالكم الأبليفاي منتين دي موجودة في أوروبا بقى لها 5 6 سنين أو أكتر، 4 years follow up من غير ما يكون في أي relapse. adverse effect طبعا بما إن الانجكشن ده long acting فما بيوصلش للبيك في مره واحده بسلو، فعشان كده السايد افكت بروفايل قليل. لكن هو ممكن يحصل اكاسيزيا، ممكن يحصل اكاسيزيا. هنعالج الاكاسيزيا ازاي؟ هنعالج الاكاسيزيا بالبيتا بلوكر والميرتازابين. ميرتازابين دوز صغيره مع البيتا بلوكر بتحسن الاكاسيزيا. الكونكلوجن بقى
ان مهم جدا يكون عندنا ادرنس على نحسن الادرنس في البيشنت في السكيزوفرينيا عشان نضمن استمرار تحسنهم عشان هم يتحسنوا بقوا ول وعايزين انهم يستمروا على العلاج. ولما نبتدي نحب ندي لونج اكتنج ندي لونج اكتنج دراج يكون سيف وإفكتيف ومتجرب قبل كده منه التابلت. فنجرب نشوف الأريبيبرازول من تينا أو الأبيلفاي من تينا إن شاء الله ما تنزل، هنشوف تجارب كل يعني هنقعد القعدة دي السنة الجاية إن شاء الله، بس هتكونوا أنتوا جربتوا وهنشوف رد فعلكم إيه بالنسبة للأبيلفاي من تينا. الأبيلفاي من تينا بيتاخد كل شهر، هم عندهم دواء تاني بس مش هينزلوه دلوقتي، ها أريستادا ده بيبقى كل شهرين بس مش دلوقتي، مش افيلبل دلوقتي. ارجو ان انا اسمع منكم ان شاء الله لو ربنا ادانا عمر السنه الجايه ان شاء الله الاكسبيرينس بتاع حضراتكم في الابليفاي من تاني. شكرا جزيلا.